على غرار باقي ولايات الوطن، انطلقت صباح اليوم عملية إحصاء السكن والسكان على مستوى ولاية باطنة، والتي تسمح بإنشاء قاعدة بيانات للتعداد السكاني من حيث كل المجالات والنمط المعيشي. هي عملية استراتيجية وطنية تقوم على أساسها كل سياسات الدولة فيما يخص كل يعني الخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل وكل ما يعني نقوم به في البرمجة لتغطية حاجيات المواطنين يقوم على الإحصاء. اليوم راح نديروا هذه العملية السادسة باش نعرف التطور نتاع المجتمع منذ سنة 2008 إلى سنة 2022، حتى يمكن أن نتوقع بالنسبة للبرامج إن شاء الله في المستقبل ما هي احتياجاتنا في هذا الميدان. هذه العملية سخر لها عدد من الأفراد، تلقت تكوينا مسبقا حول كيفية الإحصاء وجمع المعلومات والبيانات الصحيحة التي تمكن من إنجاحها. أعوان تعداد مسخرين مجندين هذه العملية الذين بلغ عددهم 2175 عون على مستوى الولاية، خضعوا لتكوين مدته 7 أيام من طرف 84 مكون. هذه الدورات استفادوا من خلالها حول كيفية جلب المعلومات الإحصائية. ويستمر الإحصاء العام السادس للسكان والسكن إلى غاية 9 أكتوبر المقبل.